من شيكاغو ينضم إلينا نمرود سليمان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ نمرود. أسأل عن ماهية ما يجري الآن في تركيا، وفيما إذا كانت هناك تأكيدات بأنه بالفعل عندما تمنح الجنسية التركية للاجئ سوري يتم توقيعه على هكذا سند أو إقرار. مساء الخير لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا سيدي الكريم. في عنا نحن مثل سوري وربما يكون عربي يقول: التاجر المفلس يعود إلى الدفاتر القديمة. بعد انهيار الاقتصاد، بعد انهيار الاقتصاد التركي إلى درجة كبيرة، يعني خليني أعتمد لك على مقولة قالها أول أمس علي بابا جان عندما قال حرفيا، خلينا نقولها حرفيا: أموالنا تختفي قبل أن يجف عرق جبيننا. وقال في حديثه موجها إلى أردوغان: لقد سلمنا لك الاقتصاد منذ سنتين، كان الدولار يساوي 2.92 ليرة، الآن من ساعة، يعني هو يقول من ساعة وصل إلى 10. بمعنى المشكلة مشكلة اقتصادية. نيجي للسوريين. يا سيدي الكريم، سنة 1966 أصدر مركز الاستثمار التركي قرارا بمنع الاستثمار للسوريين، وهذا كان موجودا من سنة 1966. وأنت لاحظت بعد ما يسمى بالرابع العربي الاستثمارات السورية، يعني دخلت بكميات هائلة في تركيا واستثمر فيها أردوغان إلى درجة كبيرة سياسيا واقتصاديا، ولكن لما وصل إلى درجة الانهيار تصور ماذا يعني الدولار يساوي 10 ليرات. أفلس في المجالات كافة، شعبيته تراجعت إلى 30%، لذلك يريد أن يدخل بالمعركة الانتخابية من الآن، فأقدم على عدة أمور من جملتها استملاك كل الاستثمارات السورية تأسيسا على هذا القانون، ومن شهر أصدر هذا القرار وتم استملاك كل العقارات والاستثمارات السورية. ليش؟ لأنه أردوغان بأزمة اقتصادية، وهذا يؤدي إلى خسارة كبيرة بالانتخابات. من هنا اعتمد على هذه الاستثمارات كي يزجها هنا، ومن هنا جاءت انفتاح علاقاته للسعودية والإمارات ومصر نتيجة هذه الفوضى اللي سواها. يعني دبابيس الأخوان أو الإسلاموية اللي مارسها خلال السنوات الماضية أدت إلى الانهيار الاقتصادي. طيب. خليني بس أقول لك هذه النقطة، وهذا الموقف من تغيير مدير المركز، صور مدير البنك المركزي غيره ثلاث مرات خلال عامين، لذلك كانت النتيجة دمار لليرة السورية لليرة التركية عفوا، ولا عم يبحث كيف يمكن إصلاح ما يمكن إصلاحه، ولكن فات الأوان. طيب أستاذ نمرود، يعني كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلوح بورقة اللاجئين للاتحاد الأوروبي للدول الأوروبية، كانت هناك الكثير من الأموال تصل إلى تركيا في مسألة عدم فتح الحدود لكي لا يعبر هؤلاء إلى القارة الأوروبية. الآن الموضوع ما عاد يكفي، بات الموضوع ضغط على من لجأ واستقر في تركيا. طيب يعني المسألة عند الطرف الآخر، عند هؤلاء السوريين الذين تجنسوا، كيف يمكن التعامل قانونيا أو الشكوى إلى المنظمات الدولية؟ السوريين اللي خارج طرف، اللي السوري الموجود الآن في تركيا هو مسلوب الإرادة نتيجة للوضع القمعي الموجود بتركيا. يعني كما تعلم أردوغان يكاد يصل الرقم إلى مئات الألوف من اللي طردهم، من اللي حطهم بالسجن تحت شعار الانقلابات، ولكن السوريين داخل تركيا لا يستطيعوا أن يعملوا شيء. أما السوريين خارج تركيا فإنهم يسهون بهذه الطريقة أو تلك، يعني حقيقة تشكلت عدة هيئات الاتصال بهذه الطريقة أو تلك، ونخاف أن نعلنها على الهواء لأنها ستؤثر على الواقع التركي. هذه مشكلة، يعني القضية اللاجئين واستثمارهم بتركيا ودخول تركيا بالمناطق السورية واحتلالها لهذه الأراضي كلها كانت مواقف سياسية تخدم أردوغان مستثمرا فيه الدين. يعني بتعرف يعني الدين هيك، كثير الناس مرتبطين بالدين، حاول استثماره بنجاح، ولكن الآن أنت تعرف كما تلاحظ المرحلة الآن هو انتهاء للإسلاموية يعني نحن نميز ما بين الإسلام والإسلاموية، انتهت هذه المرحلة اللي سوق لها أوباما من زمان وبدأ التنازع عنه. لذلك بدأ أردوغان ينهار في المجالات كافة. أنا قلت لك شعبيته تراجعت إلى 30%،
من صفر مشاكل. ولكن يا أستاذ نمرود، قد يقول قائل لك كذلك، ما هو حجم الأموال التي يمتلكها السوريون في الداخل التركي كي يعمد إلى هذه الخطوة؟ أو أن الأمر يعني يرجع فيه إلى سنوات عدة حتى ما قبل الأزمة، رجال الأعمال الذين كانوا يستثمروا والأموال، كل هذه الأموال؟ أنا سيدي الكريم، يعني بتعرف أنت أنا على طول هيك على اتصال ببعض الاقتصاديين والعسكريين، يعني نحن مشان نفهم منهم وهن أو لكن يقولون، البعض يقول أنه الإسهام السوري في الإنتاج التركي بين 5 إلى 7%، لأنه بتعرف أنت مثلا إذا أخذت كمثال مدينة حلب كانت العاصمة التجارية لسوريا، لما ب 2011 ولما جرى ما جرى بحلب كل هالمعامل السورية انتقلت بحجمها كلها إلى تركيا وبدأت الاستثمارات وتم تهريب رؤوس الأموال. تعرف رأس المال هو جبان، يعني مثل ما هلأ عم يهرب الرأس مال الأجنبي من تركيا أيضا هرب الرأس مال. تركيا فتحت أبوابها لكل ما هب ودب من الإرهابيين، من السوريين اللي يفوتوا لهونيك فاتوا، وبدأت الاستثمارات قوية. يعني تصور بين 5 إلى 7% يساهمون في الإنتاج. فهذه العملية إذا يمكن الاستيلاء عليها هو بده يربح أموال طائلة جدا، يعني تقدر بالمليارات. وأنت تعلم، يعني أنا مو لأني أنا سوري، يعني أنت تعرف يعني السوريين متقدمين في المجالات كافة، سواء كانت اقتصادية ولا سياسية ولا طبية ولا علميانية، يعني أينما يذهب السوريين هم مميزون. والآن تلاحظ بإسطنبول ماذا يجري، إلى درجة صار السوري صاحب محل معين بأي مجال من المجالات يحارب من قبل أخوته الأتراك على أساس أنه فات لهونيك ليحميهم. لذلك هذه مأساة حقيقية، وعلينا أن نستفيد من هذا الاستثمار السياسي للقضية السورية اللي هي قضية عادلة، اللي نعم. كانت صراع ما بين الشعب السوري وما يريد تحسين أحواله، دخل أردوغان واستثمر في هذا المجال فقضى على الشعب التركي، يعني أثر على الشعب التركي، والآن يدفع الثمن غاليا نتيجة هذه السياسات الطائشة، خلاف مع الأمريكان، خلاف مع الأوروبيين، خلاف مع كل الدول العربية، من صفر مشاكل إلى كل مشاكل. لذلك ما يجري الآن هو، اسمح لي بالكلمة، هو نتيجة طبيعية لمقدمة طبيعية. شكرا جزيلا لك من شيكاغو الأستاذ نمرود سليمان، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي.